وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نخاف من الله الجليل الجبار جل جلاله لا مثيل له، موعدنا معه يوم الساعة، يوم أن تكشف الحقائق. كفى بنفسك يا ابن آدم يومئذ عليك حسيبا، مثل لنفسك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. لما يكون الجنين بأمه متعلق خوف الجحيم وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، فكيف المقيم على الذنوب دهور. يومئذ يأمر الله بجهنم والخلائق في المحشر، فيجاء بها معها أهوالها وأنكالها وأغلالها وسلاسلها، قد اشتد جحيمها وغلا حميمها ونتن غسلينها وكثر زقومها، تبرز للخلائق معها ملائكة غلاظ شداد يجرونها، تجيء بالهول الأكبر والفزع الأعظم. إنها عذاب الله، إنها عذاب الله. يومئذ يشيب الولدان وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لها وهج عظيم، أنفاسها تتردد في جوفها، ويسمع الناس لحريقها شهيقا وتغيظا وزفيرا. يومئذ يشتد الفرق ويسيل العرق ويعظم القلق، والكل يطلب النجاة، اللهم نفسي، فلا يسأل حميم حميما. يومئذ يود العاصي لو يفتدي من عذابها ببنيه وصاحبته وأخيه وعشيرته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا إن كان ينجيه. الله ما ازدادت جهنم عليهم تلهبا وسعيرا إلا بذنوبهم. قد غضب الجبار غضبته فجثت الأمم لصولته خوفا.